ما هو التوحيد؟ التوحيد هو بوقته هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، يعني أشياء خاصة بالله لا يمكن أن يشارك فيها أحد. إذا الله تعورده إذا مو هو من ده تعورده تن حق دول هو من ده تن ني بيقي تحني خلي شوش دول هو من ده الله تعورده إذا لابد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. قد توحيد قديق توحيدا انتها الله تعودي يشدوه توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق مثلا. توحيد الربوبية بوشن معنى إذا الله تعوده تو يش العمل الثاني مثلا أدم قولر. الثاني توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. شولغ داقة توحيد الألوهية يو إذا الله تعوده إذا عبادة ترد أي لا يوشهد العبادة عن الله عنده. الثالث توحيد الأسماء والصفات. قوله نجا توحيد الأسماء والصفات دو بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. الله تعوده إذا تنترشت تنصفشت الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات خاصة به سبحانه وتعالى. الله يترشى يصفى شيء تن تن تنيولوش لا يشارك فيها أحد. لا يمكن أن الخالق الكامل يماثل المخلوق الناقص. تخليش ميات بوخ قوتش وال الله تنغ تعتر والخليش ميات بوخ شيء تاني إيشان بولش.